مرحبا ويعطيكم العافية. لما نسافر على أي مكان أهم شيء بنفكر فيه في أول خطوة اللي هي يمكن الفيزا، وكثير من الدول بتعطي فيز على المطار، في دول بتعطي فيز فري يعني ما بدك فيزا، في دول تأخذ الفيزا أوتوماتيك، في دول بدك تسوي فيزا مسبقة يعني بدك تروح قبلها تروح على السفارة وتقدم لفيزا. عشان ندخل أو نعرف باسبورت اللي معانا بودينا على أي دولة بهاي الفيز، لازم ندخل على إشي اسمه، أو مش لازم، هو أفضل موقع اسمه باسبورت إندكس. هذا أنا هحط لكم الآن شرح عنه، خليكم معنا في القناة عشان تتابعونا في الشرح. باسبورت اندكس، شايفوا باسبورت اندكس؟ هذا باسبورت اندكس ممكن تدخل عليه بكل سهولة، ممكن انت تحدد الدولة تبعتك وتشوف ايش الرانك تبعها عن طريق الرانك جلوبالي. بتشوف مثلا هلا يونايتد عرب اماريتس بتدخل 174 دولة بدون باسبورت، فنلندا رقم 2 مع عدة دول، أعتقد كندا في الرقم أيها هون رقم 4، رانك رقم 4 مع نرويج وغريس ومالطا وبلجيوم وفرنسا وسنغافورة والسويدن كلهم رقم 4. طيب لو دخلنا على كندا، الحلو فيها أنك ممكن تعمل كمبير للدول عن طريق ايش الباسبورت اللي بتدخل فيه. مثال في ناس عندها اكثر من باسبورت او باسبورتين، فممكن يعمل كمبير. انا مثلا معي باسبورت اردني، خلينا نعمل كمبير مع الاردن مثلا. اوكي جوردن، اوكي هاي جوردينيان باسبورت، بدخل 63 دولة بدون فيزا. هون بقول لك مثلا افغانستان بدها فيزا سواء للكندي او الاردني. بدي اعطيكم مثال، مثلا هون البرازيل الكندي بدخل فيزا فري 90 يوم، الاردني بده فيزا. مثال طبعا انا رحت على تركيا، ايجيبت مثلا، ندخل على تركيا او ايجيبت، تركيا اي ثينك، خلينا ننزل طبعا كلهم مرتبة بالأرح هاي تيو تركي مثلا. تركي الكندي بده اي فيزا، بتدفع حوالي 90 دولار بعطوك 90 يوم. الأردني بدهش فيزا على تركيا، فإنه أفضل أدخل بالجواز التركي على جواز أردني على تركيا. ايجيبت اي ثينك إنه نفس الإشي، خلينا نرجع على ايجيبت، ايجيبت نفس الاشي، فيزا اون ارايفل بتدفع عليها فلوس لما تدخل بالكندي، اما في الاردني بتاخدها فيزا فري فور 90 دايز. فعشان هيك هذا الموقع مهم جدا عشان تعرف الرانك تبع الباسبورت، ومش بس الرانك برضو ايضا الدول اللي بتحتاج لها فيزا او ما بتحتاج لها فيزا. خليكم معنا ان شاء الله في حلقات ثانية، ونشوفكم وتنبسطوا. اعجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت.